المشي لوحدك على كلام، والمشي مع صاحبتك برضو على كلام تاني. اكيد المشي مع صاحبتك هتكون احلى طبعا، بس احسن كده كده. انا ولنا اصلا اتخاصمنا، وهي اصلا بنت مصلحجيه مش بتحبني علشان مصلحتها بس، وانا مش عاوزه امشي معاها تاني. لو حاولت تكلمني هحاول ان ما اتكلمهاش ولا اديها اي اهتمام، وانا عارفه انها متكبره ومش هتيجي تكلمني تاني. هي ممكن بس تيجي تكلمني عشان مصلحتها مش اكتر، لكن عشان حاجه تانية لا. يمنى يمنى يا يمنى، ايه ده؟ لانا؟ نعم يا لانا، في حاجه؟ مش عارفه ايه اللي جابها دي، ما كنت مفكوكه منها. مش بطل رغي واحنا ماشيين في الشارع، مش فاهمه ايه ده. وغير كده انها مصلحجيه، ايه اللي جابها؟ مش فاهمه. ازيك يا يمنى، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، وانتي عامله ايه؟ الحمد لله. في حاجه؟ لا مفيش، كنت جايه امشي معاكي بس. انت كنت جايه تمشي معايا؟ ومش انت كنت قايله لي امبارح انك ما عادش تمشي معايا تاني ولا عايزه تعرفيني تاني؟ هو انت لسه بتاخدي الكلام يا عيال ده؟ وانا برضه هخصمك. هو مين يقدر يخصمك يا بنتي؟ والله بقى محدش يقدر يخصمني. بقى مرت امبارح قعدت ترمي عليا الكلام وانت ماشيه مع اصحابي، صح؟ لما قلت لهم ما تمشوش معايا، فاكره؟ والله دي كانت غلطه عمرها ما تتكرر تاني ان شاء الله. وبعدين انت تايهه عني انا وانتي ولا ايه؟ احنا اصلا بنتخاصم ونتعارك، وبعد كده تاني يوم نبقى حلوين ونبقى زي كاننا متعاركنيش ولا حصل لنا اي حاجه امبارح. فعلا، بس المره دي انت قلبتها جد يعني وكده، وخدت الامور، خدت كل حاجه كده على قلبك، ومش فاهمه ايه ده. معلش الصراحه يعني نفستيني، فعشان كده اتفعلت شويه عليك. طيب ماشي، خلينا ماشيين، يلا بقى عشان متاخرش على الدرس. يلا. انا بقول لك يا يوم، في ايه؟ هو انت حليتي الواجب؟ الواجب، قولي كده بقى. اقول ايه؟ قولي انك جاي تصاحبيني وتصالحيني تاني علشان تعرفي الواجب. لا 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 طبعا مستحيل، ومادام هو لا 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 فين طبعا، ومستحيل اللي جاي تعرفي من الواجب، لان انت مش حلاه. لا حلاه، بس كل ما في الموضوع يعني انا نسيت الكراسه مش اكتر. نسيتي الكراسه؟ ماشي، ما دام انت نسيتي الكراسه قولي للمستر انا نسيتها عادي خالص، ومش هيقول لك اي حاجه. جاي تعرفي مين الواجب ليه بقى؟ لا بتاكد من حلي بس. وانت اصلا مش معاك الكراسه، اتاكدي من حلك ازاي؟ انا فاكره كل اللي انا حليته. طيب ماشي، انا كمان مش متاكده من حلي، فروحي اتاكدي من حد ثاني. سلام. كنت عارفه انك مصلحجيه ما بتعبيش على نفسك. يبقى انا بقالي سنه بخطط للخطه دي وازاي اصالحها، وفي الاخر تقول لي ايه؟ اعرفي الحل وتاكدي من حد تاني. يبقى كنت عاوز اعرف الواجب منها، ده شاطره قوي وبتحل الواجب في ثانيه، مش فاهمه ازاي. يوه، اتمنى يا جماعه تكونوا فهمتوا اللي انا قلته ده. تمام، ده كان درس النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوا. واللي ما فهمش طبعا يقول لي عادي، سهله جدا ان انا اقدر اشرحه تاني، او اجيبه في يوم تاني اشرح لما بقيت زمايلي اللي كانت غايبه في الحصه اللي قبل دي، عشان اعيد كل حاجه. تمام، الا احنا فاهمين يا مستر. طيب الحمد لله، دلوقتي بقى تقدروا تروحوا. طيب ماشي ماشي يا مستر، يلا استعجلوا شويه. شنط مين ديت؟ شنطتي شنطتي. طيب ماشي، اتفضلي اتفضلي، وانت اتفضلي، تقدروا تروحوا دلوقتي. ماشي، بروح على نفسك شويه، مش عشان انت بنت الماستر يعني. انا متكلمتش على فكره. ايه ده؟ انت فظيعه قوي على فكره، ما كلمتكيش. ما انا فاهمه، بس انا بحب بقى ادخل في البنت شمال كده عشان تتعادل كده، مش عشان البنت الماستر. يلا يا بنتي نمشي، استنوني استنوني استنوني. بقولك يا بنات، هتشتروا ايه النهارده؟ انا بالنسبه لي اي حاجه يعني ما تفرقش. انا الصراحه مش عارفه،
احنا كنا المره اللي عدت اندومي، المره دي بقى نشتري ايس كريم. ماشي انا عاوز ايس كريم. وانا كمان. طيب يلا بقى عشان نروح نشتري بسرعه ونروح البيت. يلا. ايس كريم. يا سلام يا سلام. عدي يا بنتي انت فيا كده. ايه ده؟ عدي يا بنتي. يلا تاكلنا بسرعه. عمو يا عمو يا عمو يا عمو. ايه يا بنتي في ايه كل ده عمو؟ انا مش شاطرش والله. طيب ماشي هات لي بقى واحده ايس كريم كده شكل لي كده شكل لي. طيب ماشي. يا سلام عمو ممكن تديني انا شتي. بتحط شويه صغيرين كده، بتحط الفانيليا والشوكولاته والفراوله كده شويه صغيرين. يا عم بتكتر، هو انت يعني بتقطعهم من جلدك؟ على فكره والله العظيم بكتر. لا على فكره انت مش بتكتر بقى. ايه ده؟ حاضر هكتر لك يا ستي. اه مع اني بكتر والله مش عارفه اكتر اكتر من كده. ايه عمري ما شفت بني ادمه هتاخد تلاتة فوق بعض كده. هترك عليهم مكسرات يا عم؟ حطي لي كل انواع المكسرات اللي عندك. تتهزر؟ واللي دي عايزه محتاجه كلام يعني؟ اه صحيح مبين من شكلك. تقول حاجه يا عمو ولا العظيم قلت حاجه يا بنتي؟ ايه ده كريز ما عادش راضي يتحط، ما عادش في مكان. بقول لك مش لازم كريز، حط اي حاجه خلاص. احط عليها من دي يا بنتي؟ ما عادش في مكان في الايس كريم، احط لك فين؟ هات يا عمو هات. ايه بنت اللي افترض هتاخدي كل ده؟ هو يعني هم انت فاكره الجبل مثلا ده هم تلات ايه مستويات تحت بعض؟ مستويات اه يعني تلات ايس كريمات كده تحت بعض مش كتار والله. يلا يلا يا بنتي. عمو عايزه بطعم الفانيليا وانا عاوزه بطعم الشوكولاتة. طيب ماشي. تفضلوا حجم الاطفال ده. اطفال؟ اه احسن من صحابتك اللي واخده الحجم العائلي دي. في ايه يا عمو انت بتتريق ولا ايه؟ لا لا يا بنتي ما بتريقتش. اتفضلي يا بنتي. شكرا. والله حلو الايس كريم ده يا جماعه. يا سلام افضل طعمه جميل جميل، بس ده طعمه روعه وخطير وجامد وجاحد وكل حاجه. فعلا هو بالنسبه لك كده يعني. انا قطعت من الايس كريم حاسه انها هرجع. وانا كمان حاسه ما عادش قادره اكل حاجه تاني. حاجه تاني ايه ده؟ انا لما اروح الدرس التاني اللي بتاع بكره ان شاء الله. لا 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 درس بتاع بكره ايه، لسه هستنى لبكره. النهارده بالليل هنزل اشتري لي كمان ايس كريمايه. كمان ايس كريمايه؟ اه بالظبط كده. ولا ليه من حد استنى لحد بالليل؟ ده انا اروح اجيب فلوس دلوقتي واشتري. انت بتودي فين يا بنتي؟ باكل زي ما بنادمين بتاكل يعني. لا ده احنا كنا ايس كريمايه واحده كانت صغيره اصغر من بتاعتك كنا خلاص هنموت. انت بقى بتاكلي لنا جبل ايس كريم ومش بتموت ولا يحصل لك حاجه. الله اكبر في عينك. ايه ده؟ ده انت صحيح بنت مش عارفه اقول عليك ايه. هو ده اللي بيسموه صاحبتك تبيعك علشان كرشها؟ اه بالظبط كده. بس دي ممكن مش بيعك بس، ده ممكن ترميك وتموتك علشان كرشها. يلا يا بنتي روح. يلا للاسف مفيش حد يمشي معايا النهارده. لا نمشي بقى. فريده فريده استني. ايه ده؟ اهلا لينا. اهلا فريدة فريدة استني. لا اهلا يمنى عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة. ايه ده انت رايحة فين؟ هو انا كنت رايحة علشان اجيب شوية حاجات كده من السوبر ماركت. وانا كمان. اه بس انت كنت دايما بتنزلي مع صاحبتك يعني بتجيبوا نفس الطلبات مع بعض عشان تبقوا جنب بعض. لا ما هي النهاردة تعبانة مش هتنزل. وانا كمان صاحبتي النهاردة تعبانة مش هتنزل. طب نمشي مع بعض. يلا. واو فعلا برضو خواص الفيزياء دي كتيره جدا، وبالنسبه بقى لخواص الكيمياء اه فعلا بالظبط. اه وبالنسبه لخواص الكيمياء دي اسهل من ما شفتش، ولا الكيمياء اصلا كلها سهله. اه بالظبط. تعرفي ان بحثوا العلماء عن خفاش ولقاه ده ان ملهوش عيون. الخفاش ملهوش عيون. امال اللي هو بيشوفنا ازاي؟ عن طريق السمع. بنقول لك ما تيجي نغير الحوار. يعني ايه يعني نغير الكلام كده؟ نتكلم عن حاجه غير الدراسه يعني. انت كل كلامك على الدراسه. لا 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 خلينا في الدراسه احلى. خلاص بقى سلام عليكم انا مش همشي معاكي. ليه يا بنتي؟ سلام بقى.
كان ناقصني يا رب هسيب الدراسة في البيت الاقيها هنا في الشارع، هو انا ناقصة علماء؟ قال هو انا ناقصة جهلة بقى واحدة تسيب الكلام عن الفيزياء والكيمياء والعلماء والدراسة والكلام ده وبتمشي تقول السلام عليكم عشان بكلمها في الحاجات المفيدة دي؟ هبلة صحيح. اهلا. اهلا يا سلمى، عاملة ايه؟ الحمد لله كويس، انت عاملة ايه؟ انا الحمد لله. ايه ده انت رايحة فين؟ انا كنت رايحة اجيب نص حاجة من السوبر ماركت فقررت ان انا اروح من الشارع ده. طيب ماشي. وانت كنت رايحة فين؟ للسوبر ماركت برضو. طب تعالي معايا يلا. الله بس استعمل انت لابسه ده هياكل منك حد. والله والله شكله جميل قوي. شكرا. جايباه منين؟ ما جايباه. هو انت لسه بتجيبي من عند محل اللي انت قايله لي عليه ده؟ لا 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 لا، ما عادش بجيب منه. لا ما عادش بجيب. متأكدة؟ اصلا مش كنت شايفة اخوه في المحل ده. لا لا اكيد اتحولت. لا اكيد ما جبتش اصلا منه، حتى لو كان فيه هناك في المحل ده فزمانه اصلا خلص يعني كله اتاخد يعني. بالظبط كده عادي، عشان ده كان المحل ده بالذات يعني كان عليه ناس كتير هجوم، بس انا اشتريت من محل تاني. طب اسمه ايه؟ صدق مش فاكره، نسيت. اصل ايه مكتوب على الكيس بتاعه؟ اكيد يعني بجيب لي اسمه. لا ما اصل الكيس بتاعته بتبقى يعني مش مكتوب على الاسم. بجد؟ طب انا هاجي معاك البيت وممكن الاقي اسم. ما هقول لك بقى، ما انا رميت الكيس. رميتيه؟ يا سلام. بالظبط كده. هسأل مامتك وسأليها ليه. فكك يا ستي، يلا بقى تعالي، اصلا ده كانت اخر قطعة. طيب ماشي. ايه ده سلمى. نوران. في ايه نوران؟ الله يا بنتي، انت جبت الدرس ده برضو؟ درس؟ مش كنت قايله على اسمه ايه؟ مدرس. مين ادرس ده؟ ما لبستوش ليه؟ ما انا قلت اجرب الفستان الاول. مش انت جبتيه برضو من عند محل اسمه حاجه درس، مش فاكره اسمه ايه؟ هو ده اللي انت ما كنتيش عارفه اسمه. لا لا مش في المحل ده اكيد. ازاي يا بنتي؟ ده انا وانت رايحين المحل ده وداخلين برجلين المحل ده واشترينا اللبس ده وانت روحت البيت باللبس ده. انت تفشري ولا ايه؟ ولا انت عندك زهايمر لحس دماغك؟ مش المحل ده اللي انا قلت لك عليه انت جايباه منه؟ قلت لي لا انا جايباه من محل تاني. صدقيني يا امنا كنت بهزر معاكي والله. ولا انت مش عايزاني اعرف انت جايباه منين عشان ما اروحش اجيب من نفس المحل ده، صح؟ لا 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 طبعا، هي قالت لك على محل انه تاني. يا بنتي انت مش بتجيبي الا من ده اصلا. طيب مش شكرا جدا ليكي، انت طريقتي كذابه، ما بتعرفيش تمسكي لسانك شويه. انا مش فاهمه ايه ده وبس. ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات لو اصحابكم بيعملوا مواقف تانية غير ديت، واكتر موقف هيعجبني فيهم هثبت له تعليقه وهظهره طبعا التعليق في الفيديو الجاي زي ما ظهرت البنوته اللي كانت في اول الفيديو. وبس اشوفكم في فيديو جديد. سلام.